أعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال عن خططها لرفع الإنتاج إلى 11 مليون طن متري، وذلك بعد إنجاز عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجمعها الصناعي بولاية صور. وسجلت الشركة في النصف الأول من هذا العام نموا في إنتاجها بنسبة 8% ليصل إلى نحو 6 ملايين طن متري، فيما جاءت اليونان كوجهة جديدة لشحنات الغاز. تطلعات أكبر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان، وهي تحقق مستويات قياسية تجاوزت 5,900,000 طن متري بنهاية يونيو 2022. سلطنة عمان تزود أكثر من 20 دولة حول العالم، واليونان آخر الوجهات التي وصل إليها الغاز الطبيعي المسال العماني. وفيما تبحر شحنة الغاز هذه إلى الهند، يتابع هؤلاء من غرفة التحكم المغادرة. هناك مشاريع حديثة تم القيام بها مؤخرا، منها ما نطلق عليه مشروع زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة. هذا المشروع راح يعزز الإنتاجية بإذن الله تعالى بما نسبته تقريبا 1 مليون طن في السنة. إلى أنحاء العالم وصلت عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال، وبلغ إجمالي شحنات مشتقات الغاز الطبيعي المكثفة إلى 18 شحنة تم تزويد شركات المصافي التابعة لأوكيو. من خلال التدريب والتأهيل تقريبا نسبة التعميم تجاوزت 65% عند المقاولة الرئيسية، عند المقاولين الرئيسيين عندنا في الشركة. وبالنسبة للأعمال تقريبا تجاوزت القيمة المستردة للاقتصاد الوطني في آخر 3 سنوات 200 مليون دولار، والمساهمة للشركات المتوسطة تتجاوز تقريبا 14% في المعدل. فهذه كلها ساهمت في من خلال برنامج القيمة تنمية القيمة المحلية المضافة في تعزيز الاقتصاد، وما كانت إلا نتائج للإنتاج ومستويات القياسية للإنتاج تنتج الشركة في الغاز الطبيعي المسال. العمل جار على رفع الطاقة الإنتاجية للقاطرات لأكثر من 11 مليون طن متري بعد الانتهاء من المشاريع الاستراتيجية بالمجمع الصناعي للشركة بقلهات في ولاية صور. مستويات قياسية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي اقترب من 6 ملايين طن متري بنهاية يونيو الماضي، في الوقت الذي تواصل فيه سلطنة عمان تحقيق نتائج إيجابية لتواصل المكانة المرموقة والموثوقة لدى أسواق الطاقة العالمية. من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بولاية صور، فارس بن جمعة الوهيبي، محافظة جنوب الشرقية.